السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام الفيديو اللي معانا النهاردة عن الصاروخ الصيني التائه طبعا احنا عارفين ان الموضوع ده مهتم بيه الناس كلها وعمل زعر كبير جدا للناس طبعا الصاروخ ده خرج عن نطاق السيطرة وهم طبعا مش عارفين العودة بتاعته هتكون عاملة ازاي في انه مكان على مستوى الارض محدش عارف حاجة طبعا الصين عملت الصاروخ ده ضخم جدا وزنه حوالي واحد وعشرين طن ومن المتوقع ان هو يعود للارض يوم السبت الجاي اللي هو تمانية مايو وطبعا مش عارفين هينزل في انه بلد ولا في انه مكان ممكن ينزل في مصر في السعوديه في الامارات في الكويت في اي بلد حاليا الصاروخ الصيني بشكل عشوائي بيدور حول الارض وهتكون العوده بتاعه الصاروخ للغلاف الجوي للارض في الايام الجي. وده للاسف سبب ذعر كبير جدا لسكان الارض والعالم كله وسوف نوافيكم بكل التفاصيل اول باول الفيديو اللي معانا وارجو لايك للفيديو واشتراك في القناه ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكم كل جديد من قناتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته